وفي مبادرة إنسانية لرفع كاهل من العوائل المحتاجة في قضاء الدجيل، قام قسم تربية الدجيل بحملة لتوزيع سلة غذائية بين هذه العوائل، خصوصا مع أزمة كورونا والإجراءات الوقائية التي رافقتها. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل فاضل الأنصاري. في ظل استمرار حظر الاتجوال بقضاء دجيل، أطلقت الكوادر التربوية والتعليمية حملة بادرة الإنسانية، تضمنت توزيع سلة غذائية كاملة للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود ومن توقفت أعمالهم بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قضاء الدجيل هو من الأغذية السباقة للأعمال الخيرية، واليوم قسم تربية الدجيل والإشراف التربوي وقسم من المتبرعين والناس الخيريين قاموا بسلة غذائية ل100 عائلة فقيرة، وهذا راح سوف تستمر يوميا وأكثر الأيام. هناك برنامج لهذه العوائل في سبيل الخروج من هذه الأزمة الموجودة في العالم وفي العراق والحظر التجوال، وهذا يؤثر على الدخل العائلة، خصوصا هناك عوائل تعمل يوميا وتعيش، واليوم هي جالسة في البيوت بسبب حظر التجوال وبسبب هذا المرض كورونا. قام قسم تربية الدجيل مبادرة لمساعدة العوائل المتعففة بمشاركة الإشراف الاختصاصي والتربوي والفريق التطوعي لشباب الدجيل بمساعدة العوائل بالمواد الجافة واللحم والدجاج لمساعدتهم في ظل هذا الظرف الراهن وبسبب تفشي المرض وحظر التجوال. مسيرة الأعمال الخيرية تظهر مع كل أزمة تمر بها البلاد، فقد تقوم الكثير من الفرق التطوعية بتنفيذ مبادرات لتقديم الدعم للعوائل الفقيرة التي لا تملك شيئا لسد رمقها، فغالبا ما تشترك بهذه المبادرات مؤسسات وأفراد لمساعدة بعضهم بعضا ضمن مبدأ التكافل الاجتماعي. من منطلق بتوحدنا وتكاتفنا نهزم المحن، ارتأت اليوم قسم تربية الدجيل وبالتنسيق مع قطاع الإشراف التربوي والاختصاص في قسم تربية الدجيل بعد توجيه الدعوة إن كفريق شباب دجيل العمل التطوعي أن نقوم أو يقومون بحملة بالتعاون، نحن نتعاون معهم حملة بتجهيز مواد غذائية جافة للعوائل المتعففة، خاصة أنه نحن نمر بهذه الأزمة من مرض فيروس كورونا. لهذا ارتأت قسم تربية الدجيل أن يقوم بهذه الحملة. طبعا تكونت المواد الغذائية جافة من تمن، شكر، حمص، ولي دهن، عدس، معجون وبقية المواد الأخرى. طبعا نحن نعود إلى الكلمة الأولى وهي بتكاتفنا نهزم المحن، ومستمرون إن شاء الله، وهنالك حملات أخرى في الأيام القادمة ومواد جديدة لعوائلنا المتعففة. قام قسم تربية الدجيل وبالتعاون مع الإشراف التربوي والاختصاصي بمبادرة رائعة جدا، وهي تقديم والخيرين بتقديم سلة غذائية إلى العوائل المتعففة وإلى أصحاب الدخل المحدود الذي انقطع بهم السبيل بسبب الحظر اللي مفروض على قطرنا العزيز بسبب الظروف اللي معروفة لدى الجميع، وإن شاء الله مستمرين بهذه المبادرات. مبادرة حملت الطابع الإنساني قامت بها الكوادر التربوية والتعليمية لإبعاث رسالة مفادها أن العمل الجماعي سيكون كفيلا في عبور الأزمات. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل الأنصاري، قضاء دجيل.